قرية أفي بولاية وادي المعاول. تتميز هذه القرية بالعديد من مقومات الجذب السياحي وبما يحتويه تاريخها العريق من شواهد ضاربة في عمق التاريخ، حيث العديد من القلاع والحصون التي ما زالت شامخة حتى الآن، وبمناخها المعتدل وبحدائقها التي تزخر بالمحاصيل الزراعية بشتى أنواعها المتدفقة. الجانب التراثي، هناك حارة السفالة بجامعها التراثي القديم وكتاباته القديمة التي أرخت العديد من المواقع والقصص والأحداث في سلطنة عمان وفي ولاية وادي المعاول، وكذلك حارة حجرة الشيخ وقلعة العريق وحجرة تمسلمات وبيت الخليوة في حبرة وغيره. الجانب السياحي ليس غريب عن قرية أفي لما تزخر به هذه القرية من تضاريس ومكنونات طبيعية تسر الزائرين إليها. نظام الري في هذه القرية قد ترك سماته المميزة على نمط حياة السكان، وقد حب الله هذه القرية بثروة الأفلاج والعيون، وعلى امتداد هذه السواقي لا يزال أهالي قرية أفي يعتمدون على نظام الري التقليدي المعروف بالتواقيت الصباحية والمسائية. لازال أجدادنا وآبائنا ملتزمين بهذه المزروعات، ونحن كذلك أبنائهم وكذلك أحفادهم اللي هم أبنائنا مهتمين بهذه الزراعة، وكثير وحتى تربية الحيوانات داخل، سواء كان داخل المزارع أو كان في المساكن، في مساكنهم أو في مكان آخر مخصص لهذه الأشياء. فهذه من التراثيات، من لازم الإنسان يتمسك بها، أجدادنا متمسكوا بها، نحن نتمسك بها كذلك، نحن ننقلها لأولادنا ولأحفادنا في المستقبل. وقرية أفي تعد مركزاً لولاية وادي المعاول، حيث توفرت بها مختلف الخدمات والمشاريع الحكومية، مما جعلها مقصداً للسياح والزائرين إليها. سعود بن سعيد المعولي، ولاية وادي المعاول، محافظة جنوب الباطنة.